السلام عليكم، صباح الخير الغزالات، صباح الخير العائلة، شخباركم؟ كصبحتي ونتمنى أنكم تكونوا على خير وبخير وما ناقصكم حتى شي خير الغزالات. ألوغ اليوم نهار جديد، فيديو جديد حبيباتي. اليوم إن شاء الله بابا غادي يجي في العشية، الله يجيبه على خير ودعيوا معاه. ودابا حنا خارجين أنا ونرجيس. صباح الخير، بني ليهم فيني اليوم كبيتي صافحين ساكن عيانين. الوغ دابا ان شاء الله حبيباتي غادي نطلعوا لتمارة، بحال اللي قلت لكم غادي نمشيو عندك البنيتات مولين الحلوه. سميتو في ميزون باي عائشه. اي في ميزون باي عائشه، هذوك البنيتات غزال ويستاهلوا كل تشجيع. الوغ دابا غادي ندوز للمارشي ناخذ شي حاجه ان شاء الله، ومن تما طريقنا لتمارة. المهم احنا رجعنا لكم، يلا خرجنا دابا من عند عائشه وسعاد، خدينا الحلوه، خدينا 2 كيلو ديال الصابلي، كل نص كيلو بوحدو في كيلو ونص ديال البريستيج، كل نص كيلو فيه شكل، يعني الصابلي فيه 4 شكيلات والبريستيج 3 ديال الشكيلات. خدينا شويه ديال الحلوه للعائله اللي غادي يجيو يشوفوا. صافي ديجا خديت البارح كيلو ديال الغريبه اللوز. وحتى ماشي عمرته الاولى ولا هادي، وما كاين براني اصلا غير دوازاتي العائله وصافي، هذاك الشيء اللي كاين. وانا نوريكم الشكيلات اللي خدينا من عندهم. هذا بريستيج باش بديت لكم، كاين هذا الشكل الاول، هادو لي فينونسي جو كوا. او واش غنزيد واري تبارك الله اصلا النبي. اللوز هذا، هذاك اللوز بنت لا سميتو نوازيت. نوازيت مقسوم على جوج. المهم ها هو الشكل الاول، نوريكم هذا الشكل الثاني. ها هو وراه الصراحه ما كيبانش هذا الشيء مزيان في الكاميرا، ما بغيتش نحل لي بواط باش جا مسدوم، خليهم هكا مجموعين حتى توصلي للدار منين تستفي لهم حلوه وصوريهم ليهم مقادين. وديك البنيتات شحال نقيقيات نقيقيات تبارك الله، الدار هكذا كتشعل تبارك الله عليهم. انتي وولات من داك الشيء بادين تبارك الله الخرقه، لقيتها باقي ما عسلوهاش، يما كون صورناها لكم. والله الا تبارك الله عليهم. اللي بغى يوجد لرمضان راه ما بقى والو، كيديروها الصراحه واعر كيغشوش فيها نهائيا. ايوا هذا هو الشكيل الثالث في البريستيج، هذا بالقرقع تبارك الله كراميل ميني تارتوليت. نصور لكم الصابلي دابا العادي. هذا هو الصابلي، كاين هادي كيسميوها الشميشه هما. زيره عندهم الصراحه الصابلي بنين بنين وهشيش، حيت كيصايبوا بالزبده ما تيصايبوش بالمارغرين تبارك الله عليهم. ان شاء الله مسك البارح حتى لاخر دقيقه راه باتو سهراني العيال. راه البارح راه عطيناهم الكوموند حتى العشيه. حتى العشيه مساكن، قلت لهم تطبيتها غدا الصباح. حتى حشمات مني، والله الا حشمات مني، قالت لي صافي خالتي والله تنصهروا عليها. هذا الشكل الثاني. هذا الصابلي بالشوكولا. شوكولا فني وانت وتيجي. حنا راه كانوا حاطين معنا في المعرض، حنا راه هادشي كله ضيقين. كانوا كنعرفوا اكزاكت، راه قلت لهم راه كانوا معنا في المعرض داكشي باش تعرفت عليهم. كنا الصراحه عندهم داكشي زوين، كنا كنضرو كنمشيو نخدم من عندهم حنشا شبكيه فما كندوز من حداهم مسطون تتقول لك هاكي وحيده. ترى قلت لها خصني نكوموندي على رمضان ان شاء الله، والحنشا ومخرقه فيك لي دايره طاطا. لا هي انا بنت تمارة ودايرين دايرين تعاونوا بعضياتنا، علاش غادي نبقى ندير في تمارة وفي التخليط فوق؟ ما سالش داك الشيء يا بنت. صعاب خصها البريوات اللوز كيشدوا لي الدم. سيرين وحنا كنديروا يجع البركة، خلي عاود الناس مساكن يتماشوا ويستافدوا، حنا راه كنديروا حاجة أخرى. أنا دي ضروري. المهم هذا هو الشكل الثالث. النوكا هذا. يس. هذه النوكا. حنا في رمضان الا ما درناش كاع ما كنكونو مرتاحين. لا لا هاد العام تبارك كل عام كنقولو غنديرو غير شويه نديرو المال. كل مره نديرو حاجه اللي تنبقاو تنبوتو وغير المالح. المالح حتى هو كيشد كيشد المالح كيشد الايد، حيت دابا الديفو ديالنا حنا
تياكلوا الملح بزاف في رمضان. ما ياكلوش الحلو حنا. ما تياكلوش الحلو. حنا الحلو كندوزو به اتاي. لا طواجن لا شليضات وداك الشيء. ضروري الملح. ما تقدروش ما ندوزوش رمضان بلا الملح. وادم؟ امبوسيبل. باهي. تقدرنا بنتي. امين. وهذا هو الشكل الرابع ديال الفرماج ناري واعر واعر ديال بصح ايوا هادو المشكلات اللي كاينين ديال الصابلي باش تدو الطريق انا غنمشي بحالي لدارنا حتى فكروني انت غادي تجي معايا وماما ما عرفتش واش تشوفي باتك وين قلت لها ما عرفتش شكون عليك ملك العفريت باش تجي وما عليك راه شي شحال ديال الصبان عندها شاكوش البارح ما درت والو قلت لخويا لي الشنطه راه ما صافي وطاطا كمل الطريق الى مدينه الخميسات خميسات سيتي وصلني على خير امين صافي ما توصل ان شاء الله تصور لكم الحلوه تما منين غنتحلى من لي بواتكس عاد تبان عجبان حسن ونحط لكم راه حطيناها في الفيديو اللي فات ونعاود نحطها لكم في هذا الفيديو النمره ديال التليفون ديالهم الانستغرام ديالهم راه في مازون باي عائشه بالنسبه لرمضان داكشي ديالهم زوين بزاف الصراحه عندهم داكشي زوين ونقي وما مغشوش الا قال لك اللوز لوز الا قال لك الرأس الحر الرأس الحر هما كيد ما عندهمش الغش عندهم لا كاليتي صراحه ضرب ايوا يلا نخليوكم دابا بونجور كبيدات الو كيما قالت لكم نرجي صاحبي برا شويه الحلوه دوزتها حطيتها في الكاموني ايوا وصلت سلت على خالي المسكين كيبكي عليا والله الا بقى فيا صراحه ربي بغيت ندي معايا ولكن خاص اللي يردوا البال هو تيبقى لاصق فيا وانا حبيبتي عندي ما ندير عندي ما ندير الله يوصلني على خير وبخير تي الحال سخون في الطريق في ديك الضبابه اللي كانت كلها ولات حراره انا في الطريق حبيبه في الطرود الله يوصلنا على خير وبخير كبيداتي هي السلام عليكم كبيدات انا وصلت الخميسات على خير وبخير الحمد لله كما صورت لكمش الحلوه كي جات استفناها ودابا نخرج انا وماما نمشيو نتسخروا نشوفوا شنو اللي باقي خاصنا ها هي مامتي الحبيبه هضري مع الناس وماماتي السلام عليكم مامتي ها هما السلام عليكم كي دايرين لاباس هانتي باش يسمعوك راه ما كتسهل السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم بخير الحمد لله بنتي الله يعزكم حبيبتي الله يخليك مامتي الله يعطيك صحتك ويخليك لي يا ربي هاد سيبورت ساعة كيتقلب ليا ايوا لقيت ماما مسكينه عيانه شي شويه تا هي ايوا حتى الوحدانيه بقات بوحدي حتى جاك القنطيه كماما ايوا لاباس بنتي ايوا ما شاء الله الله يخطى عليك بابا حبيبي الله يجيبو على خير عمر الدار كيف ما كان الحال الله يخطى الرجع على دارو ولو انه انسان طيب بوتي حبيبه ديالي فين غنمشيو ماما دابا للمدينه ان شاء الله باذن الله يلاه الكبيدات نعاود ان شاء الله نرجع لكم بعد ما نرجعوا للدار نقضيو غرضاتنا نتوما كتعرفوا ملي كنكون صايقه خصني نتكونسونطر على السوقان ماشي فحال الطريق طويله يلا نلقاكم من بعد حبيبات بعد ما قديت الحلوه في هذا في الطباصل سمحوا لي ما صورتهاش حتى امباليتها عاد فكرت بلي كان عليا نصورها قبل من الامبالاج الو هنايا سي لو صابلي بريستيج هو اللي درت هنايا هنايا درنا الغريبه باللوز والفقاص وهنايا الصابلي العادي حبيباتي فوالا وهنايا صوت التميرات اللي جاب بابا وجدتهم على حسب سمحوا لي البارح راه ما كملتش معكم التصوير والله الا راني دايخه الوغ البارح بابا جا مسكين عيان وصلت حتى الاخر الليل وديك الشيء وصل مسكين متعوب بزاف ويلاه تعشينا ويلاه جمعنا الوغ اليوم الصباح
الصباح قديت جاهم بالي، قديت التمر اللي جاب بابا وماما، راه كتوجد الغدا غادي نتغداو. كنتسناو ايا وعجوزتها وخليل يجيو ان شاء الله مور الدور. وهذه الصوينيه ديالنا راه حنا قديناها، الا جا شي حد مرحبا به. باقي ما قديتش الكويسات ديال زمزم والماء ديال زمزم. ايوا هنا معكم. المهم غدا شويه بشويه حبيباتي، لان شي فاتيكي كوم فلو سافي. وهذا اللي كاين. الو هنا ما كاين حتى شي واحد براني، غادي نجلس غير في السيجور في الدار الفوقانيه عند ماما. وهذا اللي كاين، لان حتى واحد ما غادي يبغي يطلع لنا الفوق، لان تبارك الله الدروج حتى واحد ما قد عليهم. يلا حبيباتي هذا اللي كاين لهذا النهار. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا لكم على التتبع ديالي وعلى التعاليق، والله يجازيكم بخير. يلا نلقاكم في فيديو جديد ان شاء الله حبيباتي، مع السلامه. ورا الكبيدات عرفني جنات، غسلتهم وتولتهم حطيتهم بلاصتهم، عمرت هاد البريد بالماء ديال زمزم باش يجي ساهل في الكبه، وملي خوان عاود نخويوه نعاود نحمروه. ايوا لا حبيباتي.